بتطلعوا لتطوير منشآتكم الاقتصادية لتنمو وتنافس أو حتى المساعدة في بدء مشروع جديد؟ هل أنتوا بحاجة للتوجيه الفني أو المالي أو استشارات قانونية أو تسهيل الوصول لمصادر التمويل والاستثمار؟ منشأتي هي العنوان. الإطار الوطني لإسناد وتطوير المنشآت متناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة. طوره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالتعاون مع سلطة النقد واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية. منشأتي بتقدم خدماتها المتنوعة من خلال مكاتب المساعدة المحلية الموجودة في الغرف التجارية في بيت لحم، الخليل، نابلس وأريحة، محافظة الوسطى في غزة، بالتعاون مع شبكة من الشركاء المحليين. ما عليكم سوى التواصل مباشرة مع طاقم منشأتي للحصول على هاي الخدمات المدعومة لتعزيز صمودكم في مواجهة التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا وغيرها من التحديات. منشأتي، إسناد، تطوير وابتكار.